مهروك البطارخ، كبه، كل المكونات اللي هتنزل على الشاشه هتتحط في الكبه. بس انا النهارده حتى مكون مختلف شويه، وممكن ناس كتير تستغربه، بس صدقوني كل اللي داء مني مهروك البطارخ بالمكون السري دوت باللي احنا حاطينه النهارده ما كانش بيصدق ان هو وصل للطعم ده. فجربوها وانتم مغمضين، او جربوها في وحدايتين بطروخ بس، ما تهدروش كله الا لما تبقى عاجباكم وتبداوا ان انتم تكملوا. طيب مهروك البطارخ هينزل معانا على الشاشه علشان نبدا ان احنا نعمله، وكل المقادير دي بتتحط في الكبه وبس، اكتر من كده مش عايزه. عندي نص كيلو بطارخ مرمله او ناعمه ايا كان اللي انت عايزاه، جايباها منين البطارخ؟ ممكن ان انت تطلعيها من الرنجه وتشيليها وتتعاملي بيها، يا اما لو انت عايزه مهروك بطارخ بس وبتحبيها بتتباع في السوبر ماركت. بس طبعا احنا علشان كستات بيوت ما بنعملش حاجه زي كده، هي الرنجه بتتجاب، فصلنا البطارخ لوحدها، استغلنا الرنجه وبعد كده عملنا البطروخ اللي احنا هنعمله. طيب مع البطروخ ايه معايا؟ اوراق نعناع فريش. نعناع فريش يا جماله ويا حلاوته مع البطارخ. المكون بقى بتاعنا اللي هو الغريب اللي انتم ممكن تستغربوا طعمه، مايونيز. مايونيز مع البطارخ، مايونيز مع حاجة زفرة أصلا وسمك مملح. قلت لكم قبل كده مليون مرة جربوا الحاجة وبعد كده أحكموا. أنا ممكن أشوف مكونات إيه ده، لا 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 ده مش راكب مع ده، بس لما أجي آكل الحاجة لا، واخداني في منطقة تانية خالص، واخداني في حتة تانية. فجربوا، خدوا واحدة بطروخ كده مع معلقة واحدة بس مايونيز، وبلاش في الكبة، اخلطوها كده بالشوكة وحطوا معاها ورقة نعناع وفرموها على الناعم، ورشة ملح، رشة كمون، ورشة شطة، وشوفوا الطعم هيبقى عامل ازاي. طيب كل اللي قدامكم ده هعمل كده، ادي البطارخ بسم الله، جايباها جاهزه، عاملاها من الرنجه زي ما انت عايزه بالشكل ده كده. حطيت المايونيز، خلوا بالكم ان الخلط بتاع البطارخ ما يبقاش ناعم قوي، يعني ما يبقاش بوريه، لا عايزاه يكون ان هو ماسك نفسه شويه. سنه بسيطه جدا من الكمون، سنه بسيطه من الشطه، وممكن ان انت تستغني عنها. وفي الاخر اروح نازله بحبه كده من ورق النعناع بالشكل ده كده، واروح خلطه كله مع بعضه، خلط متقطع. ليه؟ انا مش عايزه زي ما قلت لكم ان هو يكون بوريه، مش عايزه كده، لا انا عايزه ان هو يكون ماسك نفسه، يكون ماسك نفسه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اكتر من كده، وروني، الله اكبر. عايزه الترميله بتاعه الترميله بتاعه البطارخ تبقى باينه، ما تبقاش ناعمه خالص. ابدا كده اقدم، ومش قادره اقول لكم الطعم نفسه بيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده، النعناع مع المايونيز بيبقى عامل ميكس فظيع. انا عايزه اقول لكم ان البطارخ دي انا اكلتها في مطعم مشهور، بس كانوا حاطين عليها رمان. شايفين الميكس عامل ازاي؟ حد يقول لك ايه ايه ده بطارخ ونحط عليها رمان، ايه المنظر ده ومش ايه المنظر ده. الطبق بيتقدم لكم لونه فوشيا. الطبق بيتقدم البطارخ نفسها لونها فوشيا، من ايه؟ من الرمان اللي هم ضاربينه معاه، من الرمان اللي ضاربينه معاه. بس لما بتيجوا تاكلوها، في ناس هتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. يعني انا واحده من الناس ما استهوتنيش قوي، ما استهوتنيش قوي، استهواني اكتر اللي هي بالمايونيز. فعشان كده بقول ان هي اذواق،
كان ممكن اقول ايه، لا ايه ده بطارخ ومعاها رمان، لا 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 مش هدوقها. طب انا عرفت طعمها ايه، مش يمكن تعجبني، فرحت ضايقاها الاول، ولما دوقتها وما جاتش معايا سكه، فقلت لهم لا انا اللي هي بالمايونيز بالنسبه لي احلى. تعالوا بقى نطلع فاصل، يلا بقى، ما انا بقول لك اهو يلا بقى.